يكون مقترح ان الوزارة ترى ان دعمها لان هي بنفسها في الخارج بتكفل اطفالها او مساعدتها برياض الاطفال from zero. في حال وجود مثل هذه السياسات او طرح مثل هذه الامور، هل باعتقادكم ان ممكن ان يعني هذه السياسة تكون داعمة لمشاركة المرأة الدبلوماسية أو لا؟ وشنو رأيكم في هذا الموضوع؟ عن في وزارة الخارجية نتكفل بتعليم الأطفال، بس لازم يكون الطفل كمل 3 سنين. أوكي. يعني يكون احتفل بعيد ميلاده الثالث ويدخل النيرسري أو الكندرغارتن. ليت يكون فيه برامج ودورات اتصال دائم بزوجات الدبلوماسية وشراكهم في البرامج التدريبية أو الحلقات الحوارية، سواء يقيم في المجلس أو في وجود الحين ما شاء الله أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك. بينوا التحديات اللي تواجههم ودورهم كفعلا يعني سفراء، فعلا سفيرات لمملكة البحرين. بالنسبة لي كان شيء يعني جدا صعب، إنه كان لازم أتعلم عمل السفارة من المنزل، و يعني أتعرف على الفريق اللي في السفارة هم من المنزل. يعني وجود المرأة في الخارج يعني إحنا نماذج مشرفة وتشهد فيها جهود دبلوماسياتنا في الخارج. لابد إن هي تكون دائماً مع زوجها وأولادها. صدق يكونون الأولاد يعني في حالة صعبة لأن بيكونون يتنقلون من بلد لبلد. المرأة الدبلوماسية أو أي شخص دبلوماسي يبتعد إلى الخارج بيحمل شرف أو وسام إن بتمثيل بلده كبحرينية. تجربة الدبلوماسية تثقل شخصية الأبناء، تصبح لديهم خلفية متعددة الثقافات، يتحدثون عدة لغات، يكونون مطلعين على ثقافات وعادات وتقاليد شعوب كثيرة.